مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصة متاحف الجزائر. اليوم عدنا زيارة إلى مدينة شلف، بالضبط إلى دار البارود الذي يعتبر إحدى المعالم التاريخية التي لا تزال منتصبة وسط مدينة شلف وشاهدة على جرائم حرب ضد شعب مهزول، فمزجت بين تاريخ أجيال ما قبل حقبة الاستعمار الفرنسي وما بعدها، وأصبحت محطة مخلدة لذاكرة شعوب مرت على مدينة شلف أو الأصنام سابقا. وتبقى هذه الدار التي تحولت اليوم إلى متحف الأصنام وعلى غرار بعض الأماكن الأثرية والتاريخية في الجزائر تعاني من مشكل غياب الثقافة المتحفية والأثرية لدى المجتمع الشلفي. وتقوم إدارة متحف الأصنام بالتنسيق مع المؤسسات التربوية والجامعات والمعاهد بعدة نشاطات ومحاضرات إعلامية بغية التعريف بهذه المعلم وزرع الثقافة المتحفية في أوساط الشباب، وكذا المحافظة على الذاكرة الوطنية والإنسانية بمدينة شلف. وعاد ما تشهد دار البارود حركة دورية خاصة خلال شهر التراث، إلى أن هذا يبقى غير كافي للتعريف والتشهير لهذا الصرح التاريخي الذي تم بناؤه سنة 1947 بأمر من الجنرال الفرنسي كافينياك بغية تخزين الأسلحة والبارود للحملات العسكرية الفرنسية التي كانت تعمل على فرض سيطرتها. يسهل شلف آنذاك تاليتي تتميز بهندسة تؤهلها لتكون مخزنا للأسلحة والذخيرة، وأصبحت الدار اليوم متحفا يحوي قطعا أثرية لما قبل التاريخ ومنتوجات تقليدية لا تعبر فقط عن تاريخ مدينة الأصنام ولكن الجزائر بكل ربوعها. ويعتبر مختصون في الشأن الثقافي أن المتاحف تلعب دورا في الاتصال الجماهيري، كما تمثل مصدر التنمية الاجتماعية وسندا للحفاظ على الهوية الذاتية لثقافة الشعوب مستقبلا، لذا وجب زرع هذه الثقافة بما ينشط المتاحف المحلية ومتحف دار الأصنام. وعند زيارتك لدار البارود ترتسم لك وسط باحاتها الدائرية وأقواسها البيضاء محطات حضارية للعصول من ما قبل التاريخ إلى التاريخ الحديث بفضل القطع التي تم جمعها وهي معروضة بأروقة هذا المعلم. ويعتبر جناح الفترة القديمة إحدى أهم الأجنحة بهذه الدار، حيث تمثل الفترة الرومانية عبر أهم العناصر التي استعملت في العمارة الرومانية على غرار القرميد وبعض الأجزاء والقواعد، بالإضافة إلى المسابيح الزيتية والأواني الفخرية على شكل أوعية كبيرة. كما ترجع اللوحات الفسيفسائية الموجودة بحديقة متحف الأصنام دار البارود حسب عالم الآثار مصطفى شبرة إلى أقدم كنيسة مسيحية على مستوى شمال إفريقيا سانت. حينما سمح قسنطينط الأول بالتدين بالمسيحية وبالانتقال إلى الفترة المعاصرة من التاريخ، تجد تمثال نصفي صنع من البرونزال بول روبرت وهو أول رئيس بلدية منتخب لبلدية شلف. كانت تعرف في عهد الاستعمار الفرنسي، إضافة إلى مجموعة من آلات البيانو الذي يعود تاريخ أقدمها إلى 1849 والتي لا تزال صالحة لتطرب بمطارقها المكان، إلى جانب بعض الأواني القصديرية والحديدية وبعض قطع السلاح التي استعملت خلال المقاومات الشعبية للاحتلال الفرنسي. ولا تجمع دار البارود بين مختلف العصور التاريخية التي تمثل مدينة شلف فقط، بل تتوفر أيضا على جناح للصناعة التقليدية يضم منتجات يدوية منتشرة بجنوب الجزائر مثل الأواني الطينية والخشبية والجلدية، بالإضافة إلى مجموعة من السيوف والمحافظ الجلدية التي تستعمل في الاستعراضات الفلكلورية، وكذا بعض الآلات التي تستخدم في غزل الصوف. إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الجولة واستفدتم منها. إلى اللقاء.